بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ثم ما بعد، كان درسنا الماضي في المبتدأ والخبر، في المبتدأ والخبر، والمبتدأ والخبر من المرفوعات من الأسماء، وقد ذكرنا أن المبتدأ لا يكون إلا مرفوعا ولا يكون إلا مبدوءا به الكلام، فالمبتدأ اسم بدأ به الكلام خالي من تقدم أي عامل لفظي عليه، وحكمه الرفع لا يكون إلا مرفوعا، وأن الخبر يكون أيضا مرفوعا. هذا المبتدأ الذي يكون مرفوعا والخبر مثله يكون مرفوع، أنهيناهما في الدرس الماضي. واليوم على بركة الله نبدأ في باب نواسخ الابتداء، يقال لها نواسخ الابتداء ويقال لها كان وأخواتها، كان وأخواتها أحيانا ونواسخ الابتداء أحيانا. نتماشى مع النص حيث يقول: ورفعك الاسم ونصبك الخبر بهذه الأفعال حكم معتبر، أي أن المبتدأ الذي سبق الحديث عنه أنه لا يكون إلا مرفوعا وخبره أيضا لا يكون إلا مرفوعا، إذا دخلت عليهما كان أو إحدى أخواتها تنسخ اسميتهما فيصبح المبتدأ اسما لها، ويصبح الخبر أيضا اسما لها. المبتدأ والخبر إذا دخلت عليهما كان وأخواتها تبدل اسمهما فيصبح الخبر فيصبح المبتدأ، بدل أن كان يقال له مبتدأ يصبح يقال له اسم كان، والخبر أيضا يصبح بعد أن كان خبر المبتدأ يصبح خبر كان. ومن هنا قيل لهذه الأفعال نواسخ، فالنسخ كما نعرفه في اللغة هو الإزالة والتبديل، لذلك كان وأخواتها يقال لها نواسخ الابتداء، لأنها تدخل على المبتدأ وتحوله إلى اسمها، وتدخل على الخبر وتحوله أيضا إلى اسمها. أما المبتدأ فتبقيه مرفوعا كما كان، ولكن لا يصبح مرفوعا من أجل الابتداء، إنما يصبح مرفوعا لأنه اسما لها، ولذلك قال: ورفعك الاسم، يصبح يقال له اسم كان. ونصبك الخبر، وأما الخبر الذي كان مرفوعا فيصبح منصوبا. مثلا كان عندنا في الابتداء نقول: زيد قائم، زيد قائم، فزيد اسم مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة على آخره، قائم، زيد اسم مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره مبتدأ، مبتدأ، والمبتدأ لا بد له من خبر. قائم اسم أيضا مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره خبر، زيد قائم مبتدأ وخبر. انظر جيدا، إذا أدخلنا قبلهما كان فنقول: كان زيد قائما، كان زيد قائما، يصبح الكلام كان زيد قائما، فيصبح نقول كان فعل ماضي ناسخ، ونقول أيضا فعل ناقص، فعل ماضي ناسخ مبني على الفتح، وزيد اسم مرفوع وعلامة رفع الضمة الظاهرة على آخره لأنه اسم كان، ولا نقول لأنه مبتدأ لأنه اسم كان. قائما نقول اسم منصوب علامة نصبه الفتح الظاهرة على آخره لأنه خبر كان،
انظر جيدا، كان من قبل نقول، أما من قبل فكان عندنا زيد قائم، نقول زيد مرفوع لأنه مبتدأ، وقائم مرفوع لأنه خبره. فلما دخلت كان، نقول كان زيد قائما، ولذلك قال ورفعك الاسم، فزيد يبقى مرفوع ولكن يصبح اسم لكان، كان زيد قائما. ونصبك الخبر قائما، أما قائما فلا بد أن يكون منصوبا، ونقول منصوب لأنه اسم، لأنه نقول منصوب لأنه خبر، لأنه خبر كان. إذن كان وأخواتها تدخلان على المبتدأ وعلى الخبر، أما المبتدأ فتبقيه مرفوعا ولكنه يصبح اسما لها، وأما الخبر فتحوله من الرفع إلى النصب ويقال له خبرها. أعيد، كان وأخواتها إذا دخلتا على المبتدأ والخبر فإنها تبقي المبتدأ مرفوعا لكنه يصبح اسما لها، وأما الخبر فتحوله من الرفع إلى النصب ويقال له خبرها. مثال ذلك كان زيد قائما، كان محمد جالسا، هذا هو معنى قوله ورفعك الاسم ونصبك الخبر بهذه الأفعال. أشار بهذه الأفعال لأنها مذكورة قريبا وستذكر قريبا، وقوله الأفعال يرجح أنها أفعال وليست أسماء كما ظن البعض، فهي أفعال، لكن البعض يقول لها أفعال ناسخة لأن من قبيل أنها تنسخ المبتدأ فتحوله اسما لها مرفوعا، وتنسخ الخبر فتحوله خبرا لها منصوبا. من هذا القبيل سموها نواسخ، وقالوا كان فعل ماضي ناسخ، والبعض قال لها أفعال ناقصة لنقصانها في التصرف في باب التصريف. بهذه الأفعال حكم معتبر، أي هذا حكم متفق عليه عند النحويين، أن كان إذا دخلت على المبتدأ والخبر تحول المبتدأ إلى اسم لها مرفوعا فيقال له اسم كان مرفوع، وتحول الخبر إلى خبر لها منصوبا فيقال له خبر كان منصوب. مثال ذلك كان زيد قائما، كان محمد جالسا، هذا هو معنى قوله ورفعك الاسم ونصبك الخبر بهذه الأفعال حكم معتبر. ما هي هذه الأفعال؟ بدأ يذكرها، أولها كان هي أم الباب، كان زيد قائما، كان محمد جالسا. نقول في إعرابها كان في الماضي ناسخ مبني على الفتح، زيد اسم كان مرفوع وعلامة رفعه الضم الظاهر على آخره، قائما خبر كان منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره كان. وأمساء، أمساء أيضا مثل كان، تقول أمسى الرجل باسما، أمسى الرجل باسما، فأمساء في الماضي مبني على الفتح ناسخ، الرجل اسم أمساء مرفوع وباسما خبر أمساء منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره كان. وأمسى ظل، ومثل ذلك ظل، تقول ظل طفل جميلا، ظل الطفل بشوشا، ظل الطفل بشوشا، ظل فعل ماضي ناسخ مبني على الفتح، الطفل اسم ظل منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، الطفل ظل الطفل بشوشا، ظل اسم، ظل فعل ماضي ناسخ مبني على الفتح، الطفل اسم ظل مرفوع وعلامة رفعه الضم الظاهر على آخره، بشوشا خبر ظل منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. نعم، ظل وأمسى ظل بات، بات الليل حارا، بات الليل حارا، نقول فيها مثل ما قلنا في أخواتها، بات فعل ماضي
ناسخ مبني على الفتح. الليل اسم بات مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. حارا خبر بات منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. أصبح الرجل معاذا، أصبح الرجل معاذا. أصبح فعل ماضي ناسخ مبني على الفتح. الرجل اسم أصبح مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. معاذا اسم أصبح منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. ظل بات أصبح. أضحى أضحى النهار باردا، أضحى النهار باردا. يقول أضحى فعل ماضي ناسخ مبني على الفتح. والنهار اسم أضحى مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. باردا خبر أضحى مرفوع وعلامة رفعه. باردا خبر أضحى منصوب لأن كان وأخواتها خبرها لا يكون إلا منصوبا. باردا خبر أضحى منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. انتبه جيدا لذلك. وصار صار صار الوقت قريبا. نقول صار الوقت قريبا. صار في الماضي ناسخ مبني على الفتح. الوقت اسم صار مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. قريبا خبر صار منصوب وعلامة نصبه فتح ظاهر على آخره. نعم. ليس الليل مقمرا، ليس الليل مقمرا. نقول فيها مثل ما قلنا في كان وأخواتها. ليس فعل ماضي ناسخ مبني على الفتح. الليل اسم ليس مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. مقمرا خبر ليس منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. مع ما برح، برح وزال وانفك وفتئ ودام. لا بد أن يتقدمها نفي، لا بد أن تكون قبلها ما. نقول ما برح محمد جالسا، ما برح محمد جالسا. برح فعل ماضي ناسخ مبني على الفتح. ومحمد اسم برح مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. جالسا خبر برح منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. ما زال، نقول ما زال الطفل قائما، ما زال الطفل قائما. زال فعل ماضي ناسخ مبني على الفتح. الطفل اسم زال مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. قائما خبر زال منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. نعم. من فك الرجل جالسا، من فك الرجل جالسا.
نقول فيها مثل ما قلنا في أخواتها، نفكر في فعل ماضي ناسخ مبني على الفتح، الرجل اسم منفك مرفوع وعلامة رفعه ضمة الضارة على آخره، جالسا خبر منفك منصوب وعلامة نصبه فتح الضارة على آخره، وما فتئ ما فتئ نقول ما فتئ الخصمان بالباب، ما فتئ الخصمان بالباب، فتئ فعل ماضي ناسخ مبني على الفتح، الخصمان اسم فتئ مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى، بالباب جار مجرور في محل رفع، جار مجرور في محل نصب خبر فتئ، ما فتئ الرجلان بالباب، فتئ جار مجرور في محل نصب خبر فتئة، دام ما دام محمد عندك، ما دام محمد عندك، دام فعل ماضي نسخ بالجو على الفتح، محمد اسم دام مرفوع وعلامة رفعه الضمة الضارة على آخره، عندك عند ظرف مكان في محل نصب خبر دام وهو مضاف والكاف مضاف إليه ما قبله في محل جر، نعم هذا هو معنى قوله ما دام، وما منها تصرف تصرف حكما له بما لها. ثم هذه الأفعال وهي كان وأمسى وظل وبات وأصبح وأضحى وصار وليس وما برح وما زال ومن فك وما فتئ وما دام، كل هذه الأفعال ترفع الاسم، ترفع الاسم ترفع المبتدأ فيصبح اسما لها مرفوعا، وتنصب الخبر فيصبح خبرا لها منصوبا، وهذا العمل الذي تؤديه بهذا الصلة تؤديه إذا تصرفت في صلة الماضي أو المضارع، قوله وما منها تصرف حكما له بما لها، أي أن هذه الأفعال إذا تصرفت إلى صلة المضارع فإنها تبقى بنفس العمل، ترفع الاسم على أنه اسم لها وتنصب الخبر على أنه خبر لها، أو تصرفت إلى صلة الأمر فإنها يبقى لها نفس العمل لكونها أفعال ناسخة ترفع المبتدأ فيصبح اسما لها وتنصب الخبر فيصبح خبرا لها، هذا هو معنى قوله وما منها تصرف حكما له بما لها، ككان قائما زيد، شوف كاف للتشبيه، كان فعل ماضي ناسخ مبني على الفتح، قائما خبر كان منصوب وعلامة نصبه فتح الظاهر على آخره وهو هنا مقدم على اسمها، زيد اسم كان مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره وهو هنا أخر عن الخبر، وتقدير الكلام لو رتبناه نقول ككان زيد قائما، فقط هنا خالف لضرورة النظم، وما منها تصرف حكما له بما لها ككان قائما زيد، الأصل ككان زيد قائما، لأن قبل دخول كان قبل أن تدخل كان لا يوجد إلا مبتدأ وخبر، زيد قائم، زيد اسم مرفوع وعلم ترفع الضمة الظاهرة على آخره، وقائم خبره مرفوع وعلم ترفع الضمة الظاهرة على آخره، فلما دخلت كان حولت المبتدأ إلى اسم لها وأبقته مرفوعا، فقلنا كان زيد.
لكن نقول زيد اسم كان مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، ولا نقول مبتدأ. قائما الخبر حولته إلى النصب وأصبح خبرا لها، نقول قائما خبر كان منصوب وعلامة نصبه فتحة الظاهرة على آخره. هذا هو معنى قوله كي كان قائما زيد. وكن برا، هذه جاءت لكان، كان جاءتنا في صلاة الماضي. وكن برا، كن هي كان نفسها لكنها جاءت في صلاة الأمر، في صلاة فعل الطلب. نقول فعل ماضي إذا جاءتنا في صلاة الطلب بهذه الصلة، نقول كن فعل أمر ناسخ مبني على السكون. وبرا خبر كان منصوب وعلامة نصبه الفتح الظاهر على آخره. وأما اسمها فضمير مستتر تقديره أنت، وهذا الضمير المستتر في محل رفع اسم كان، وتقدير أصل الكلام وكن أنت برا. فكن نقول كن من كان فعل أمر ناسخ مبني على السكون، واسم كان ضمير مستتر تقديره أنت في محل رفع اسم كان. وبرا خبر كان منصوب وعلامة نصبه فتح ظاهر على آخره. وأصبح صائما مثل ذلك أصبح، تأتينا في الصلاة الماضي أصبح زيد جالسا. وممكن أيضا نحول فقال هنا وأصبح، أصبح نقول فعل أمر ناسخ مبني على السكون، وصائما خبر أصبح منصوب علامة نصبه الفتح الظاهر على آخره. واسم أصبح ضمير مستتر فيه تقديره أنت. يغفر الله لنا ولكم.